السيلز كيجيوني فهمت يعني حابس الادز حابس كل شيء وكيجيوني السيلز يعني في النار كعارف نوتيفيكاسيون ديال الانسيف التليفون كتقفل عليك شي شيء يعني في النار يعني راه ما كتهداش يعني انا كنكون بعض المرات خارج من الدراسة صحابي كيقول لي مالتي دابا التليفون ديالك ما كيسكتش انا دابا كندوي معاك وصلتني السيل دابا فهمتي السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه هاد لا فيديو هذا هو توضيحي بخصوص الناس دائما اللي كيتفرجوا في لي لايف ديالنا ديال ايتسي. بالنسبه بغينا نقول لكم يعني كنشكركم على الدعم ديالكم، وثاني حاجه بغينا نوضح واحد المساله اللي كيديروها الناس في لي كومونتير هو هادشي نصب وحشيات. حنايا راه ما كنوجدوا لا دوره لا حتى شي حاجه، فقط حنا لي لايف كنديروهم باش نتايا ملي تفرج في اللايف يعني تستافد وتمشي تخدم ودير نتائج زوينه. واليوم جبنا لكم بالاثبات واحد الشخص من الاشخاص اللي تفرج في اللايف ومشى طبق داكشي اللي سمعوا وجاب نتائج مزيانه. دونك في هذا نوريكم واحد لونغيستخومون ديالو في الواتساب، يعني طلبنا منه انه يعطينا مثلا الفيدباك ديالو كيفاش دار هاد النتيجه هذا، باش حتى نتايا ملي غتسمع هاد النتيجه اللي دار او لا كيفاش دار ليها ولا شنو هو المسار اللي مشى تمشي حتى نتايا وما يبقى عندك حتى شي عذر عوض ما تمشي دير واحد الكومونتير سلبي. هذاك الوقت اللي غادي تضيعو باش دير واحد الكومونتير سلبي سير تعلم وطبق داكشي اللي قلنا لك ولا داكشي اللي شفتي في اللايف باش دير نتائج مزيانه. دونك الشخص راه كيسكن في فرنسا، انا غادي نسمع لكم الاوديو ديالو يعني اي يحكي لكم التجربه ديالو من الاول حتى الاخر كيفاش دار حتى دار هذوك النتائج اللي وريناكم في الانستغرام واللي غادي تشوفوه هنايا في لا فيديو. داكو تصنت معايا مزيان. السلام عليكم، تمام بدا باش نطولش عليك. كيفاش تبديت؟ انا ديجا كنت عندك ديجا خدمت في 2017 على بالك خدام في ايباي كنت كندير دروب شيبين. المهم كنت يعني كندخل شويه السيل داك الشيء داك عارف فيزيكال كنت كتخدم فيزيكال مورا دوك ستوديكم صافي باش كتحبس من 2018 وانا حابس حتى دابا كنت باراتا شفت اللايف ديالكم في يوتيوب ماشي شفت اللايف ديالكم يعني اللايف راه هو الاساس باش دير دوك النتائج. صافي شفتو وليت بوز مبراهيم دوش مبراهيم في انستغرام سولتو على شي اسئله عليك صرات يعني كيفاش خير كونتي وكذا. ثاني حاجه شنو دار؟ مشى سول براهيم. براهيم راه ديجا كيقول لكم اي سؤال على الراس والعين حنا غنجاوبوكم عليهم. صافي شوف لي قال لي شنو كاين شحال لي كونت. انا ديجا كاين في فرنسا انا ما عرفتش واش هذا ماشي عذر. الا كان هو في فرنسا وانت في المغرب هذا ماشي عذر، ولكن سمع واش نفس الحاجه يعني بالنسبه للمغرب كيستوري لي كونط. انا ما يفوا حليت الكونط يعني بقى بحلول ما طرا لي والو. دونك الا نتايا غادي تعطي العذر ديال لا المغرب كيتستو سير اخويا دير بروكسي ادس باور وداكشي كامل اللي تشرح في اللايف الثاني وحل اخويا واحد الكونط في فرنسا. فهمتي حليت الكونط حاولت اني نور به شويه يعني شنو درت؟ مشيت مثلا شريت واحد لي برودوي واحد جوج ديال لي برودوي يعني انورو 50 يعني فهمتي شريتهم بحال هكا. شنو دار؟ مشى من الكونت ديالو شرا يعني من كان غير مثلا غير مشتري مشى شرا لي برودوي بانور صافي تسنيت واحد 15 يوم عاد باش حليت الكونت سيلر الاول كونت غير مشتري كيشري 15 يوم عاد ردو سيلر صافي حليت الكونت. حتىش في الاول دي برودوي عاديين عندي في الدار عندي واحد لي برودوي اونتيك عندي في الدار صورتهم حطيتهم وخليتهم بحال هكا دازت واحد 5 ايام بحال هكا ونحط واحد البرودوي اخر من خدمت برانتيفاي المهم شديتو درت ليه الديزاين ديالو عادي واحد التيشيرت حطيتو صافي ديك الساعه ما كنتش مسالي مابقاش قربت داكشي ما يعني ما مقربش كاع البي سي كاع باش 10 ايام وكان بحال هكا ما قربتش ليه كاع ويتصلني سال في الاول كان صحاب ليا يعني غير شي ميساج ديال دوك الصابر كاع كيبقاو يصيفطوا الميساجات بزاف يعني في اي سي كيبقى يقول لك صيفط انا الميل ديالك وداكشي انا قلت صافي ما ديتها فاش غد لي ولا ندخل البوات ميل كنلقى بالسحراني جاتني سال صافي دخلت برانشين فاي حطيت الديبوزيت الفاند وانا نصيفط لك البرودوي صافي ديك الساعه فاش بان لي دخلت اول سال وانا متحمس فهمتي تانتيغاسيت شويه أبخي ديك ساعة مكاش عندي الحق أنني ندير الأدز كان مقال خصي مقال تسنى شي 15 يوم مقالش عاقل ومبحال هكا خصي مقال تسنى ومتسنين ديك 15 يوم مقالش حتى تلي برودوي حتى دي برودوي فيزيكال يعني مكاش حضر
تاني حاجة خصك تعلمها هنا هو الصبر، ما تكونش باغي غير تربح، ضروري خصك الصبر. كتخدم كاع صراحة هاد الديجيتال، حتى بخدمة فيزيكال كنت كناخد يعني التصاور ديالهم من كنقلب في جوجل، يعني راك عارف مع داك تخدم في اي باي، الو عارف منين تجيب لي برودوي، عارف من كل شيء صافي. موراها يعني باش كدير الادز، درت الادز يعني كنت كنخسر الادز بزاف، يعني كنت كدير الماكس $25 في النهار، يعني كانت ديك الساعة شي 15 ل 60 وقيلا، يعني كنت كندير $25 في النهار مدة ديال شي سيمانة وانا ما مدخل حتى شي حاجة، يعني طالع عليا الموان في البالونس. ابخي دوش مع واحد بيت تحت لواحد النيتش، مهم انا ندوق مع واحد حط الهندي في فايبر، منقد لي واحد ديزاين شي 10 اس في جي بحال هكا باندل ديال اس في جي، وانا نحطو يعني لي ستيشو عادي في الشوب، حتى هو درت ليه الادز. الوغ شنو ولا كيتباع موراها يعني في الاخر ديال يعني مازال مكملش الشهر، شهر 8 مازال مكملش، انا ديك الساعه في نهار 20 بحال هكا ولا شحال، بقى عندي ناقص شي ناقص في ديال الاس، ناقص شي $50 بحال هكا ديال الاس، ما عرفتش كثر كان عندي كثر، ناقص 80، ناقص $80. وانا كنقول يا ربحي هاد الحفله، فهمتي، كنقول يعني اذا جتها هو هذا كنكمل، ما جاتش راه غادي نخلص لهم الفيز ديالهم ونعطيهم دوري صافي. الحمد لله فهمتي تيسرات واحد البروب فيزيكال، ولا السيلز كيجيوني فهمتي، انا حابس الادز حابس كل شيء وكيجيوني السيلز، يعني في النهار كعرف النوتيفيكاسيون ديال الايتي في التليفون كتقص عليك تشنشن، يعني في النهار يعني راه ما كتهداش، يعني انا كنكون بعض المرات خارج من الدراري صحابي كيقول لي مالتي في التليفون ديالك ما كيسكتش، اش بقاو كيجيوني السيلز كذا كذا كذا، وانا فهمتي كنمشي ديك الساعه كنشتري البرودوي كنصيفطو ليهم، كنشري البرودوي كنصيفطو ليهم صافي. ابخي في الاخر ديال الشهر بحال هكا شويه دابا شهر 9 بدي ديالو، بدا كيتبع لي ديك داك البرودوي ديجيتال عشي بزاف، داك هذاك راه وصل لي دابا مع شي اكثر من 200 سنت، واخا ما فيهش بروفيت بزاف نعتبرو كامل بروفيت، يعني انا مصايبو ديجا غير مصايبو ب 10 دولار مدخل فيه اكثر من $300 فهمتي، الو راه نعتبرو راه بروفيت، ولكن ما عندكش بروفيت في وحده، عندك بروفيت في لاكونتيتي صافي. هادشي اللي درته بقى كيتبع ليا مزيان، مورا درت برودوي اخرين فيزيكال، تما تمشاو ليا صراحه دابا بزاف كاع، دابا راني واصل شي 280 سيلز، عندي في الريتين عندي واحد 20 ريتين كامله خصها تنجمات، قوم السيلر باج غادي ناخذها هاد الشهر ان شاء الله، غنمشي نكمل كلشي ديالي يعني محترم كلشي. ودابا كنحاول يعني انني دابا صايب كنصايب كونت اخر، كنحاول ندير شوط اخر ندير فيه شي نيتش مغاير على فهمتي، حتى انا نخدم على نيتش واحد، راه غنحاول ندير نخدم يعني ما تعرف يعني تقدر الكونت يتساد تقدر بزاف د الحوايج، نخدم دابا في كونت اخر. انا دابا كندوي معاك وصلت لي السيل دابا فهمتي، من داك موتيفاسيون فهمتي، راه صراحة اللي تبعنا لك اللايف الأول واللايف الثاني يعني اسمع مزيان، إلا تبعنا اللايف الأول والثاني كيفاش دير سباين، يعني صراحة سباين تاول فعلي يعني باش عرف بزاف ديال، ودابا نتايا ما تجيش أخويا تقول لينا كلام ماشي في الحق ديالنا، راه سمع السيد، راه السيد أترافيغ اللايف الأول والثاني دار هادشي كامل تبارك الله، سباي فهمتي، تشوف الناس اللي كيبيعوا البرودكت اللي كيتباعوا بزاف، تخدم على السيو، يعني انا صراحه السيو اللي عاوني، السيو راه هو اللي كيبراند ديالك، يعني كتبراند الشوب ديالك، حاول انك دير لوغو مزيان بانر مزيانه، يعني يكون داكشي بروفيسيونيل، واحد فاش غادي يدخل يشوف يعني الستور ديالك غادي يزعم، وشكون يعني كتجاوب كل شيء صراحه، هادشي اللي كاين. سمع شو الدري التجربه ديال الدري، اول حاجه كنبغي نشكره لانه خدم الوقت ديالو تقريبا واحد 6 دقائق ونص باش عطاكم التجربه ولا الخلاصه في هاد 6 دقائق، يعني انت ملي غتسمع اخويا سير اخويا طبق هادشي الله يرحم لك الوالدين وسير تخدم وبركه من داكشي. انا نوريكم الدراري بلاشي ها ان شاء الله حد معايا، شوف هنا شتي هذا اخر سكرين صيفط ليا، هذا هو اخر سكرين صيفط ليا بلاشي نصيفط لك، ها نشوفو ما شوفو معايا ستور ديالو كلشي بالخضر داكشي كامل راه كملو، لاحظتي ها انت شوف معايا مزيان، اول سكرين غادي نوريه لك صيفطو ليا، قال لي بالنسبه لللايف شوف شحال ديال السيل دار، ها هي تبان لكم 100 اورو تما 100 اورو،
كيعجبوني هاد الدراري هادو، ما تيبقاوش على لا لا كيبقاو يلوموا الناس كيمشي كيخدم، راه كلشي دري على المايند سيت. غير المايند سيت ديالك غادي تبانوا لك النتائج، لان المعلومه راه موجوده كلشي على هنايا. وهذا الشيء كامل درناه الدراري غير بالنسبه لاي الدراري اللي انتريسي بايتسي، باش يحيد داك الشك اللي عنده ويمشي يخدم. وهذا الشيء هذا كامل غنخلي لكم لي لايف في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو الاول والثاني، باش يسهل عليك انك تكليكي وتمشي تفرج فيه. كنبغي نشكر السي ابراهيم واخا ما كاينش معنا في هاد لا فيديو لانه دار اللايف الاول والثاني. كنبغي نشكر السيد اللي دار هاد الاوديو هذا وعطى هاد المعلومات، وتحياتي للشباب ونشوفكم في فيديو واحد اخر.